تعتقدون ممكن أكون جاسوسة؟ طبعا لا. أعتقد أنه أغلبكم كان عنده جاسوس في الفصل. اكتبوا لي إذا كان عندكم جاسوس أو إذا كنتوا أنتوا نفسكم كنتوا جواسيس. مو مشكلة، إحنا نستر بعض. قبل ما يكون عندنا جاسوس في الفصل، في يوم من الأيام الجميلة ناداني المدير المساعدة وطلبوا مني أني أكتب لهم كل مرة أسماء التلاميذ المشاغبين، وطبعا أنا ما استوعبت الأمر. تخيلت المشهد كأنهم عصابة ومحاولين يشغلوني معاهم ضد الشعب، فاستجمعت شجاعتي وقلت لهم يعني تريدون مني أصير جاسوسة؟ طبعا هم انحرجوا من الأمر وحاولوا يفسروا لي أن الأمر مو كيف تصورته، لكن فقدوا الأمل فيني، والحمد لله رجعت على الفصل وأنا فرحانة لأنه ما أخذوا مني شيء. وطبعا كنت أحس كأني أقف إلى جانب الضعفاء والمساكين، وعندي مبادئ لا يمكن أنه أحد يغيرها. تعيش ميرا، ميرا العادلة، ميرا القوية. بعد هذا الحادثة مرت مدة مو كبيرة وإجانا الأستاذ بورقة وقال لنا هذه لائحة بأسماء الطلاب المشاغبين وراح تنشال من عندهم 5 نقاط في الامتحان الجاي، وبدأ يقرأ الأسماء، وللأسف كان اسمي من بين هذا الأسماء وأنا ما كنت طالبة مشاغبة. لما خرجنا من الفصل اجتمعنا إحنا اللي كانت أسماءنا مكتوبة بالورقة، ولقيت نفسي مضطرة أحكي لهم عن سالفة الجواسيس، واقتنعوا أنه في جاسوس في الفصل هو اللي كتب أسماءنا وأخذها للإدارة، وبدل ما يكتب أسماء المشاغبين كتب أسماء اللي يريد أنهم ينقصون درجاتهم. واتفقنا أننا نبدأ نراقب التلاميذ الآخرين ونلاحظ إذا كان فيهم واحد يروح على الإدارة كثير. أستاذ بليز بليز أعطيني فرصة ثانية أعيد الامتحان. وفي يوم من الأيام لقيت ورقة قدام الفصل وكان مكتوب فيها أسماءنا، كأن الله أراد أننا نكشف هذا الجاسوس. ناديت على الشلة المنحوسة وبدأنا تحرياتنا، ولاحظنا أنه هذا الجاسوس بيكتب النقط على الحروف على شكل دوائر. بدأنا نشكك في كل التلاميذ اللي مو موجودة أسماءهم في الورقة. لا، صديقتي المسمومة كانت معاي في المعمعة، كان اسمها في الورقة، ما نسيت أن اسمها حسناء. المهم، المهمة الأصعب كانت أننا ندخل الفصل أثناء الفسحة الدراسية ونفتش في دفاتر التلاميذ مين بيكتب بهذا الطريقة. طبعا دخلنا وفتشنا، لكن للأسف ما لقينا دفاتر كل التلاميذ. مر وقت طويل نسينا فيه سالفة الجاسوس، لكن إجا يوم طلب مننا أستاذ اللغة العربية أننا نعرب الجمل، وقام ينوضنا واحد ورا الثاني، وشوي إجا تلميذ ما ننتبه له كثير وبدأ يكتب في السبورة. وفيكم تتوقعون عقابه اللي كان من اختصاص الأولاد.